السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت ندير لكم جوله فيه باش نشوف الجديد اللي داخلين اليوم. واول حاجه بانت لي جديده هي هذه التراث ديالنا نتاع المغرب، هذا الكادر تاع الصور اللي فيه هذا التراث ديالنا. نشوف واش كاين فيه شي اشكال ولا فقط هذا الشكل. كاين هذا بحال لا، كل شيء بحال. نشوف واش كاين شي اشكال اخرى. لا، فقط هذا الشكل اللي الثمن ديالو 2 أورو و65 سنت. راه حتى دابا عاد بديت كنشوف راه كان فيه الاشكال غير تقاد وصافي. هذا اللي راه هو عندي، وكاين هذه النافوره، وكاين حتى هذا النافوره، يعني كان فيه ثلاثه نتاع الاشكال. وكاين حتى هذا بلاطو اللي هو نتاع الخشب، وعندو هنايا هاد الخيط منا اللي تقدروا تعلقوه. اولا هذا راه زوين، دائما كنقولها لكم في التقديم تاع الفطور والكوتي تاع الاكل، للثمن ديالو 3 أورو و99 سنت. وجابوا هاد العلب، هادو اللي هما كيتفتحوا باللون الاسود، راه هو كيبري وكيتفتح هكا، اللي تقدروا ديروا هنايا الاكسسوارات ديالكم اولا شي حاجه الخاصه ديالكم. كاين فيه اللون الاسود وكيبري، وكاين فيه اللون الفضي، ولكن الثمن ديالو باقي ما حطوش هنايا. وراهم رجعوا تاني هاد بلاطويات، هادو كانوا جابوهم العام اللي فات، دابا رجعوهم تاني اللي فيهم المرايه لداخل وفيهم هاد العقيق. هادو راهم صحاحين للثمن ديالهم 3 أورو و99 سنت. ورجعوا هادو، حتى هادو كانوا العام اللي فات اللي فيهم على شكل قلب على شكل مربع اللي كيتفتحوا فيهم المرايه لداخل، راهما هادو معروفين بحال هكا، الثمن ديالهم 3 أورو و33 سنت. فمن الاشياء اللي جابوا اليوم جديده هي هاد بلاطو. كما كتلاحظوا شوفوا هاد بلاطو داروه في الجهه نتاع الاحتفالات نتاع الكريسماس، حطوا هاد البلاطو اللي فيه جوج ايطاجات اللي هو نتاع الحديده، داروا ليه بحال هكا هاد الشكل اللي هو يعني تقليدي يعني قديم بحال هكا. اللون ديالو ماشي لون ذهبي، دي بحال النحاسي وكبير بزاف. غادي نحاول نبعد باش تشوفوا الحجم ديالو، راه هو كبير بزاف. الثمن ديالو 17 أورو و95 سنت. وكاينين هاد السلات، حتى هادو لاحظتهم جابوهم جدادين، ماشي هاتي، هادي كنت وريتها لكم، هادو اللي فيهم اللون الابيض واللون الاسود. غادي نحطها هنايا باش تشوفوها، تجي بحال هكا، عندها جوج اليدين منا، كاين اما هكا في هاد البلاصه الاسود اولا في هاد البلاصه الابيض. كتحطوا فيها اي حاجه، تقدروا تحطوها في الصالون، كتحطوا فيها هذيك الكشات اللي هما صغارين، اولا تحطوها في الكوزينه، اولا تحطوها في الحمامات، في اي بلاصه. راه هادو كيصلاحوا للثمن ديالهم 6 أورو و79 سنت. ودخلوا هاد السات اللي هي فيهم الانارات، فيه ثلاثه في الباكيه من الكبير حتى للصغير، اللي خدامين بالحجيرات وكيديروا الاضواء، كيجيو بحال هكا في الطول. الثمن ديالهم 12 أورو و49 سنت. واما في الجهه نتاع الاواني، لاحظت جابوا هادو جديده، دائما كانوا كيجيبوا بحال هادو هاد القراعي، دابوا نفس الطريق فقط الشكل نتاع القرعه بحال هكا. هذا راه هو خشب، كاين فيه اما هكا هاد اللون، وكاين اللي دخل فيه اللون الاسود. الثمن ديالو 2 أورو و69 سنت. هذا كيصلح اما الماء، اما ديروا فيه العصير، اي حاجه. ولاحظت هنايا راه رجعوا تاني هادو اللي فيها 4 بياسة، كتجي فيها هاد الخشبه منا وثلاثه نتاع زلايف صغارين. هادو صغارين، يعني كديروا فيها بحال هكا المكسرات. الثمن ديالهم 3 أورو و99 سنت. ولاحظت اليوم جابوا حتى هادو بالو ليا جدادين، اللي هما نتاع الخشب، هادو اللي كنحطوا فيهم الورق نتاع المطبخ. كيجي غادي نبين لكم بحال هكا، الفوق فيها الحديده اللي هو كامل تاع الخشب، الثمن ديالو 2 أورو و32 سنت. وكاينه هاد القطعه اللي هي نتاع ماركه نتاع ماستر شيف، راه هي في الجهه نتاع الاواني،
وجابوا فيها الالوان، راه هذه صغيره ماشي كبيره. كاين اللون الاسود، كاين حتى اللون الكري، الثمن ديالو اورو 99 سنت. وجابوا هنايا في الجهه نتاع التباصل والكيسان. نهار كنت وريت لكم هادو زلايف الكبار نتاع السلطه والتباصل الكبار، دابا جابوا زلايف هكا متوسطين، يعني ماشي غارقين بزاف، فيهم نفس الالوان الابيض والكري والاسود. وكاينين هادو، هادو غادي نقول لكم الثمن 2 اورو 82 سنت. كاينين هادو، هادو راهما تباصل هكا، هادو راهما تبصلات بنفس الالوان، الثمن ديالهم اورو 99 سنت. وكاينين الزلايف اللي هما غارقين، هادو هادو نتاع لاصوب، الثمن ديالهم 2 اورو 48 سنت. وكاينين الطاسات كيجيو بحال هكا، الثمن ديالهم اورو 22 سنت. وكاين هكا زلايف اللي هما صغارين كيجيو بحال هكا صغيور، الثمن ديالهم اورو 36 سنت. كما كتلاحظوا راهما نفس الالوان. وجابوا هاد الشوايه، هاد الايام كيكثر بزاف من الشوايات الكهربائيه. ديك النهار وريت لكم هادي وكنت وريت لكم هادي، دابا جابوا هادي. هادي فيها الخشب منا اللي هي كهربائيه حتى هي كشوايه، وتقدروا ديروا فيها حتى المسمن، حيت هاد النوع نتاع الشوايات هكا كيصلحوا المسمن، حيت هادي ماشي شوايه شوايه، هادي راكم عارفين هادو فيهم هاكا تموجت منا نتاع الكغيل بحال هكا، حتى هي فيها تموجت، ولكن هادي كتجي سامبل بحال هكا. الثمن ديالها 23 اورو 95 سنت. واما في الجهه نتاع اللوازم نتاع الحلويات، لاحظت جابوا هادو، قلت لكم اللي كيقرب الاحتفالات كيجيبوا هكا الطوابع نتاع الحلويات، هكا نجيمات والهلال، دوك الطوابع اللي هما عاديين اللي فيهم 10 في الباكيه، الثمن ديالهم اورو 99 سنت. وكما كتشوفوا هنايا درت ضربت دوره في هذا الشيء اللي هو عنده العلاقه مع الكريسماس، لقيت داك العلب اللي وريت لكم دابا لقيتهم هنايا نفسهم، اه هما هادوك لقيتهم هنايا، واحد النص داروه لهيه واحد النص لهيه، ها هو الثمن ديالو 3 اورو و99 سنت. وكاينين هاد العلب، هادو راهما علب هكا تقدموه كهديه اللي فيه اللون النحاسي، اللون الفضي، اللون الذهبي، الثمن ديالهم اورو 44 سنت. وكاين الحجم صغيور، الثمن ديالو 84 سنت. وكاينين حتى هاد الكشات، حتى هادو راهما في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم اللي فيهم من جيمات، وراهما مبطنين، اما ديروه في هاد الجهه اولا في هاد الجهه. وفيهم ثلاثه نتاع الالوان، البني الازرق والكري، اللي فيهم 140 على 180 سنتيم، الثمن ديالهم 9 اورو 95 سنت. ودخلوا هادو، هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله اللي كيجي هكا في الطول الطويل، راه هو في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم. جابوا فيهم هكا اللون الفضي كيبري، كاين فيه هكا حتى هو الفضي ماشي كيبري، فيه هكا كاين اللون الذهبي، راه كاين الاشكال والاختلافات، كاين اللون الاسود، وكاين واحد اللون كيبان ليا بعيد هنايا، عجبني التيزاين ديالو. شوفوا هذا التيزاين ديالو، شوفوا واش كاين شي الوان اخرى. لا هادو هما الالوان اللي كاينين، اللي فيهم 28 على 275 سنتيم، قلت لكم راه كيجي هكا في الطول، الثمن ديالو 99 سنت. وجابوا حتى هادو، هادو اللي كنحطوا عليهم التبصيل في التقديم تاع الاكل، كيجي بحال هكا، راه شويه غارق منا، راه هو نتا بلاستيك، وكاين فيه الالوان، كاين اللون الذهبي وكاين اللون الفضي. راه هنايا جوج الالوان، الثمن ديالو اورو 62 سنت. وكاينين حتى هاد المزهريات، لاحظتها جديده في الجهه نتاع الفازو، المزهريات هادو راه هو كامل نتاع بلاستيك، كاين فيه اما هاد اللون اولا هاد الورد، هذا اللي عجبني الشكل ديالو واللون ديالو. هادو هما الاشكال اللي كاينين، الثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. وكاينين هادو، حتى هادو لاحظتهم جدادي، هذا راه هو نتاع بلاستيك، كاين اما هاد اللون اولا اللون الاسود، الثمن ديالو 3 اورو 29 سنت.
واما في هذه الجهه دائما كنقول لكم في هذه الجهه نتاع الملابس عندهم واحد البلاصه كيحطوا فيها بحال حتى الاكسسوارات نتاع البنيتات. لاحظت جابوا هذه الحقائب تاع هالو كيتي اللي هي شفافه، يعني تقدروا تحطوا فيها الاكسسوارات ديالهم او لا شي حاجه ديالهم. واللي عجبني فيها كيجي مع حتى هاد البورتكلي هكا، وفيها الاشكال كاين اما هذه او لا هذه بحال هكا، حتى هي فيها البورتكلي هاد اللون وهاد الرسوم. شوف واش كاين شي اشكال اخرى. كاين واحد الشكل اللي هاد الرسوم اللي ولا معروف دابا هكا. الثمن ديالهم اورو 52 سنت. اما في الجهه نتاع اللوازم نتاع الحمامات جابوا هذا نتاع الورق نتاع الحمام، فيه جوج في واحد. هاد البلاصه كتحطوا فيه الورق وهذا كتحطوا فيه حتى هو الورق كإضافات. فيه اللون الاسود وصافي. الثمن ديالو 3 اورو 49 سنت. وكاينين حتى هادو، حتى هاد المنظمات اللي هما نتاع الحمامات. هذا راه هو نتاع الحديده، كنحطوا في الحمام وكنحطوا فيهم الصابون والمواد نتاع الدوش. كاين هذا الثمن ديالو 3 اورو 59 سنت. بنفس الطريقه جابوا هذا كيجي في القنط، اللي عنده هكا شي قنط اللي هذا ما كيلصقش نهائيا، حتى هذا ما كيلصقش نهائيا بشي يعني شي مسمار، غير هكا وصافي كيلصق في الزليج. هذا كيجي بحال هكا، حتى هو الثمن ديالو 3 اورو 59 سنت. واما في الجهه نتاع الاكسسوارات كل مره كندير هنايا دوره، حيت كل مره كيجيبوا شي اشياء مختلفه في الاكسسوارات. ودابا لاحظت هاد الاكسسوار نتاع الشعر اللي كيجي، هذا راه هو التوب نتاع المبره وفيها الحديده منها. كاين فيه اما هاد الشكل، غادي نشوف الاشكال. كاين هذا وكاين هاد اللون اللي هو زوين بزاف، شوفوا هذا كيجمع الشعر. كاين هاد اللون، شوف بحال البلية شي الوان اخرى. شوفوا هاد اللون، هذا رائع هذا. وكاين واحد اللون او لا داروا ليه الشكل تاع طفيره بحال هكا. هادو هما الاشكال. لا كاين بزاف نتاع الاختيارات. كاين هذا، شوفوا هذا الشكل ديالو اللي الثمن ديالهم اورو و 39 سنت. ودخلوا هادو هاد البندات نتاع الشعر اللي كتجي هكا في العلبه. كيعجبوني انا هاد العلب حيت كيجمعوا اللي عنده البنيتات غادي يعرفوا دائما كيتخربقوا، ولكن هكا العلبه كتحتفظ اللي فيه 50 حبه لداخل، وكل واحد واللون ديالو. كاين اما هكا هاد الالوان اللي هما مختلفين او لا الالوان اللي داخل فيهم اللون البني والذهبي او لا الالوان اللي داخل فيهم الفضي والاسود. للثمن ديالهم اورو 52 سنت. ولاحظت دخلوا حتى المشاطي في الجهه نتاع الاكسسوارات هادو اللي فيهم الاشكال. كاين اما هاد الشكل وهاد اللون، كاين هذا، كاين هاد الشكل. للثمن ديالهم 99 سنت. واما في هاد الجهه اللي عنده العلاقه مع العنايه بالبشره والمكياج، لاحظت جابوا هاد الاله راهي كبيره. صحاب ليا في الاول صغيره ولكن الصندوقه ديالها كبيره. هذه كديروا فيها يعني كديروا فيها البخار، يعني خدامه بالماء. كتحطوا هنايا اللوازم ديالها يعني، وكتفتح لكم المسامات البخار للوجه. زوينه هذه، للثمن ديالها 6 اورو 95 سنت. وكاينه حتى هذه في الجهه نتاع المكياج، جابوها جديده اللي كتجي هكا فورشيت مع جوج نتاع اسفنجات اللي هي خاصه نتاع المكياج، للثمن ديالها اورو 29 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي داخلين اليوم. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي جوله مقبله بحول الله.